أهلا بكم مشاهدين في هاشتاج. الصحة العامة لأي مجتمع مؤشر على العديد من الأمور، منها سلوكه اليومي وثقافته العامة وجودة البيئة المحيطة به ومدى اهتمام الإدارة الحكومية في صحة المواطنين والمقيمين. وتعنى الرعاية الصحية في أي بلد بالحفاظ على صحة الفرد وإطالة عمره، وتسعى إلى أن يعيش حياة خالية من الأسقام، بالإضافة إلى مكافحة الأمراض والأوبئة. هاشتاجنا الليلة بعنوان الرعاية الصحية في الكويت، وأرحب بضيوفي الكرام الدكتور محمد الجناعي أمين عام الجمعية الطبية الكويتية. أهلا بك دكتور محمد معنا. أهلا وسهلا بك. وكذلك الدكتور محمد دشتي أمين عام جمعية أطباء الأسنان الكويتية، حياك الله دكتور محمد. الله يحييك. وأيضا الدكتور وليد الشمري رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية، حياك الله دكتور. حياك الله. الله يسلمك. سنبدأ هذا الحوار ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير الافتتاحي. مشاهدي الكرام، هذا التقرير الافتتاحي ولنعود. البداية مع الدكتور محمد الجناعي أمين عام الجمعية الطبية الكويتية. دكتور محمد أهلا بك من جديد. نبي نعرف بداية تقييمك لمستوى الخدمات الصحية العامة في الكويت استنادا لمعايير المنظمات العالمية المعنية بفحص جودة الخدمات الصحية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها، وكذلك نبي نقارن هذه الخدمات المقدمة مع دول الجوار، خصوصا أنكم أنتم أصحاب الاختصاص. بداية إذا بنتكلم على الخدمات الصحية في الكويت والجودة فيها، وزارة الصحة فيها إدارة الجودة والاعتراف من إدارات النشيطة أمانة، ولها دور كبير في نقلة نوعية في من ناحية الجودة في الخدمات في الفترة السابقة. إدارة الجودة والاعتراف. إدارة الجودة والاعتراف، هناك عديد من البرامج لهذه الإدارة عملت نقلة نوعية في كثير من مرافق وزارة الصحة. لكن السؤال الآن يقول المواطن، بس ما أبي أقاطعك، يعني وزارة الصحة عندها إدارة تقيم نفسها؟ هذا ما تقيم نفسها، لكن تحط لها معايير. هذا أنا جايك فيها بعد شوي على نهاية فنقدر نقول أن وزارة الصحة عملت اللي عليها بحيث أنها توصل لمستوى معين للجودة، والإدارة نشيطة تعمل أودت اللي هو مراقبة ومتابعة لهذه المستشفيات. الوافد أو المواطن ومتلقي الخدمة ما قاعد يحس في هذه الجودة، لأن في المقابل أنت تتعب في معايير صحية معينة، لكن في المقابل لابد يكون هناك نظام يساعد هذه المعايير. نظام الصحة في الكويت الإداري ما تعدل من الثمانينات. هناك أنظمة جديدة طرأت في قطاع الصحي مثل ما تفضلت توك، لابد أن الجهة الرقابية تنفصل عن مقدمي الخدمة، تكون محايدة. ما تقدر أنت تقيم وتخالف وأنت الشخص نفسه. لكن الدول الجوار، ما نروح أوروبا وأمريكا، لا، خلنا في دول الجوار، الدول الخليجية فصلوا الرقابة، تأديها هيئة ولا أي مؤسسة، ومقدم الخدمة سواء قطاع عام ولا قطاع خاص يقدمون الخدمة برقابة جهة خارجية ما لها علاقة، ما لها سلطة عليها. هني يعني هم متفوقين علينا إداريا؟ نعم إدارياً خدمات إدارياً نعم، فنياً لا. أنا الحمد لله إحنا واثقين من أطبائنا، واثقين من الخدمات الصحية اللي تقدم، لكن اللي ما قاعد يخليها بارزة وواضحة النظام المتبع في إدارة هذه النظمة. زين، وإذا استندنا إلى معايير المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية، تقول إن إحنا زينين متفوقين فنياً على دول الخليج؟ عادة الاعتراف في ليفل أو في مستوى الخدمات، هناك مؤسسات عالمية، المؤسسة الكندية والأمريكية في مؤسسات. شنو وضعنا بالنسبة لهم؟ الكويت للأسف يعني قاعد تحاول جاهدة أن تحاول تحصل هذه الاعترافات، لكن لأن أنت في الحكومة في خطوات كثيرة لازم يعني القطاع الخاص على سبيل المثال، في كثير من المستشفيات في القطاع الخاص نالوا هذه الاعترافات الأمريكية والكندية. عندنا بالكويت في محاولات، في أكثر من مستشفى، لكن لحد الآن ما في مستشفى إلا يمكن على حد علمي لحد الآن في محاولات إن لنيل هذا الاعتراف كحكومي، كمستشفيات حكومية، لكن إن شاء الله في الطريق. ما تدري من هو المستشفى الوحيد؟ ما يحضرني، لكن اللي سمعت إنه من اللي قطعوا شوط كبير مركز كويت للسرطان، مستشفى الأميري ما نال الاعتراف النهائي، لكن نال يعني في طريق الاعتراف. لكن هذه مثل ما أنت تفضلت، نعم، تقول لك أن أنت ما يصير تقيم روحك. لذلك وزارة
اتجهت الى ان تحط معايير خاصه فيها وتقيم على اساسها وتبقى هي اللي تقيم. دكتور محمد دشتي، انت ايش رايك وضعنا احنا كخدمات صحيه؟ وزاره الصحه قاعد تنافس دول الجوار مثلا؟ والله انا اتفق مع دكتور محمد جناعي ببعض النقاط واختلف بنقاط اخرى. يمكن شو اللي تختلف فيها؟ لا، اختلافي راح يكون على نطاق قطاع طب الاسنان. يمكن هو قاعد يتكلم عن نطاق القطاع الطبي بشكل عام، بس انا اذا بتكلم لك عن قطاع طب الاسنان. طبعا انا عندي وجهه نظر بموضوع اللي خلينا نسميه، خلينا نقول انه هو شو موضوع بس مجرد اسم ومصطلح ناس قاعد تاخذه، اللي هو خلينا نقول منظمات الجوده العالميه تعترف فينا ولا ما تعترف فينا. لا، يعني منظمه الصحه العالميه مجرد شو؟ انا بالنسبه لي يعني وجهه نظري ان منظمه الصحه العالميه او الجوده مالتي اقيمها من متلقي الخدمه. يمكن اتفق مع الدكتور محمد باللي قاله ان احنا عندنا النظام الاداري هنا صعب ان انا امشي على المعايير اللي هم يبونها منظمه الصحه العالميه. هذا شيء ممكن يسبب لنا خلينا نقول عراقيل ان احنا نوصل حق المستوى اللي هم يبونه، بس فنيا تبي تتكلم مستوانا حق دول الجوار، اتوقع ان احنا نفوق كثير من دول الجوار. حتى اداريا ما ابي اقول ان احنا سيئين، بس قاعد نحاول. يعني في اجتهادات كثيره من مسؤولين بالوزاره ان كثر ما نقدر نرفع من هالمستوى. تيجي تتكلم على قطاع طب الاسنان، انا اذا بعدد لك المشاريع والتطوير اللي صار صراحه، في يعني في مجهود جبار قام بالفتره الاخيره، يعني يمكن قام يفوق القطاع الخاص بالقطاع الحكومي، قام يفوق القطاع الخاص بامور عده. يعني تتكلم انت، يعني القطاع الخاص متفوق عندنا. سوري، القطاع الحكومي قام يفوق القطاع الخاص. اي، لكن هذا الكلام يعني يعطينا مؤشر انه القطاع الخاص بوجهه نظرك افضل من القطاع الحكومي. لا، هو المفروض انه بكل دوله، انت قاعد تتكلم قطاع خاص، المفروض انه يكون في نوعا ما خدمه مميزه، ما نقول افضل، لان بالنهايه انت لما تيجي تشوف القطاع الخاص، منو اللي بالقطاع الخاص؟ القطاع الخاص ترى هم دكاترتك اللي بالحكومه، هم اللي بالقطاع الخاص، هم مؤسسين القطاع الخاص، هم اللي يقدمون الخدمه بالقطاع الخاص. نعم. بالاضافه الى خلينا نقول عدد بسيط من الوافدين. اللي يميز القطاع الخاص عن القطاع الحكومي اداره مستقله. انا قاعد اقدم خدمه بسيرفيس افضل باداره مستقله، هذا اللي احنا مو قادرين على قولتهم نتاقلم فيه بوزاره الصحه عندنا. نعم، دكتور وليد، انت شو تشوف نفس الاخوه انه والله انا اتفق مع الاخوه يعني الزملاء، ولكن يعني عندنا بالكويت الحين حاليا ان التطور بالخدمات الصحيه خاصة وزارة الصحة الحكومية يعني تفوق للقطاع الخاص، وخدمة مجانية تعتبر يعني بالنسبة للمواطنين. يعني مسألة أنها خدمة مجانية هذا يميزها عن القطاع الخاص؟ لا، هي ملزمة أنها تقدم بخدمة مجانية. نعم، ولكن بالنسبة للتكلم عن قطاع الصيدلة، عندنا الحين إدارة الجودة والاعتراف صار لها اكثر من يعني 4 أو 5 سنوات تبذل قصارى جهدها من دورات للصيادله ولتحسين الجوده، تحسين الاداء والجوده والخدمه للمرضى. فباستمرار ورش عمل ودورات يعني موجوده على مستوى المناطق الصحيه، ويعني معايير جديده يعني تتخذها يعني للتطوير في كل الصيدليات والمستشفيات والمراكز الصحية. نعم، احنا راح نكمل حوارنا لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لكم. دكتور محمد ودكتور محمد دشتي كذلك والدكتور وليد الشمري، نبي ملخص أو تقييمكم بشكل عام للقطاع الخاص والخدمات الصحية اللي قاعد يقدمها للسادة المواطنين أو المقيمين. هل هي تلبي الطموح مثلا أو أنها أفضل من القطاع الحكومي؟ يعني قاعد يقوم بدوره بشكل كبير القطاع الخاص. احنا اذا بنعرف حجم اول شيء القطاع الخاص في الكويت، القطاع الخاص يشكل 20% من القطاع الصحي. 20%؟ 20% بحكم ان القطاع العام يقدم الخدمه مجانا. عدد الاطباء في القطاع الخاص بحدود ال 2500 طبيب، يقابلهم 11000 طبيب في القطاع الحكومي. هذا اذا عرفنا حجم اذا بنقارن من حيث حجم العدد الاسره، الحكومي عندنا 7000 وتقريبا 500 سرير حاليا، والقطاع الخاص تقريبا 1200 سرير. فاذا يعني احنا صعب نقارن
لكن إذا يعني بنقارن بالجودة مثل ما ذكرنا من ساعة أن القطاع الخاص قدر في ظل وجود إدارة مستقلة وإدارة لها يعني خاصية أن هي تحصل معظم مستشفيات القطاع الخاص حصلوا على الاعترافات الدولية سواء الأمريكي ولا الكندي، وهذا يدلك على يعكس جودة الخدمات. سبق القطاع الحكومي طبعا فترة، يعني الأرقام تشير أن القطاع الخاص أفضل من القطاع الحكومي. هذه الأرقام اللي ذكرتها لك هذا يبين لك حجمها. أوكي، وإحنا نسعى بظل خصخصة القطاع الخاص أنه يكبر القطاع الخاص في المستقبل. يعني القطاع الخاص مثل ما قلت لك أنه هي 20%، إحنا نسعى أنه يكبر القطاع. نعم. القطاع دكتور الخاص. محمد دشتي، شو اللي يعيق القطاع الخاص أنه يكبر؟ ليش 20%؟ اللي يعيق أنه يكبر، شوف أنا قبل ما أدش بسؤالك هذا برجع شوي على نقطتك اللي طافت. تفضل بس بإيجاز. بإيجاز، أنت قلت الجودة ومعاييرها مقاييسها، أول شيء لازم تتعرف شنو الجودة. يعني أنا لما الحين أقول هل منظمات الصحة العالمية تعترف فينا أو وين إحنا واصلين بالجودة؟ لما تتكلم بالجودة أنت عندك نقطتين أساسيتين، عندك أجهزة إكويبمنت ممتازة وعندك طاقم فني جيد. هل خلينا نقول هل جزئيتين الأساسيتين إذا أنت توفرت عندك أنت مقياس الجودة يكون عندك ممتاز. تبقى الامور الاداريه هذه هي الفيصل بينهم. تتكلم شنو اللي يعيق القطاع الخاص؟ امانه يمكن انا يعني اللي اتكلم المرحله اللي واصلين فيها بالقطاع الخاص اقدر اقول عفي عليهم بالنسبه حق المشاكل اللي تواجه القطاع الخاص. احنا بجمعيه اطباء الاسنان ما ابي اقول لك اسبوعيا، يعني بشكل شهري تين لنا مشاكل من القطاع الخاص، مشاكل من خلينا نقول ملاك القطاع الخاص او خلينا نقول الاطباء المنتسبين للقطاع الخاص. هالمشاكل هذه يواجهونها وين؟ يواجهونها بالتراخيص الصحيه. طبعا انا ما قاعد اتكلم بهالموضوع ذما بالتراخيص، لا جزاهم الله خير، احنا رحنا لهم وقعدنا وياهم حاولنا نحل بعض هالمشاكل، وقبلها قعدنا مع الوزير الحالي جزاه الله خير استقبلنا وقام يعني برياكشن سريع. دكتور جمال الحربي. اي نعم دكتور جمال الحربي استقبلنا وقعدنا وياه فترة طويلة، طرحنا عليه المشاكل العوائق اللي موجودة وحاول يحلها كثر ما يقدر. أنا وجهة نظري الحل حق مشاكل القطاع الخاص إنه تتشكل هيئة، تصير في هيئة مستقلة للقطاع الخاص. إحنا ليش نقعد نشوف شنو المشاكل ها ونحاول نحلها واحدة واحدة؟ ليش إحنا ما نشوف الدول الثانية وين وصلت ومن عندها إحنا نبدي؟ دول الجوار كلهم عندها، كل دول الجوار عندها هيئات خاصه. وانتوا تبون القطاع الخاص يكون اكبر من القطاع الحكومي؟ تسعوا لهذا الامر؟ اذا شيء هذا يساعد ليش لا؟ احنا قاعد نتكلم من ساعه، انا اقول لك من ساعه الحكومه انا بالنسبه لي واصله مرحله متقدمه، ما انا بنظلم القطاع الخاص، القطاع الخاص هم فيه امكانيات وفي جوده وفي كفاءات جيده يعني. يعني الان القطاع الحكومي بوجهه نظرك افضل من القطاع الخاص؟ بعض الامور وبعض الامور القطاع الخاص. لو تتكلم عن الاسنان، طب الاسنان، شوف تتكلم طب الاسنان يمكن يختلف شويه عن الطب البشري. يعني الدكتور محمد الجناعي قال لك الارقام اللي عنده اياها وقال لك نسبه خدمات القطاع الخاص بالنسبه حق وبعض الاعترافات بالقطاع الخاص. اي وبالنسبه حق القطاع الحكومي قال لك 20% بالقطاع الخاص. احنا عندنا شويه يختلف، يمكن لان طبيعه طب الاسنان فيها جزء كبير منه خلينا نقول تجميلي او كوزمتيك او اشياء مثل ما نتفاهم اشياء تجميليه، وهذه مو موجوده بالحكومه. مو موجوده كامله، يعني انت لما تيجي تتكلم عن الحكومه عشان هم لا نظلمها. بالقطاع الخاص انت مرات ممكن تروح تبي تتلقى علاج تاخذ موعد. الحين بالحكومه وصلوا مرحله ان بعض العلاجات تاخذها بنفس اليوم. وفي توسعات كبيره قاعد تصير بالقطاع الحكومي. يعني صارت العكس الحين. لا مو كل شيء. الحكومه بسرعه والخصام. لا بامور القطاع الخاص تاخذ بامور معينه، ستيل في القطاع الخاص فيه اهتمام. في يعني في خلينا نقول رعايه، لان انا للحين ارجع واقول يعني خدمات اضافيه، خدمات الاضافيه الاداريه وهم فيها كفاءات عالية. نعم دكتور وليد، نبي نتكلم عن الصيدليات الخاصه او التجاريه. شنو وضعها؟ وضعها يعني بازدياد في المناطق، يعني مثل ما تشوف التوسع العمراني الحين بالكويت، ويعني يحتاج الى سوق العمل الى صيدليات اكثر واكثر يعني. والتعديلات الاخيره على قانون الصيدله، قانون صيدلة وقانون الصيدلة، يعني بشكل عام القانون هذا أتاح لكم أن تتوسعون؟ لا بالنسبة للقانون هذا التعديلات صارت على القطاع الخاص فقط، قطاع الأهلي اللي هو يعني بالنسبة للجمعيات التعاونية حاليا لازم يفتح الصيدلية بترخيص صيدلي كويتي ويقوم بتشغيلها صيدلي كويتي. بس قبل لا ندش بتفاصيل الصيدليات، الوضع الحالي تقييمك له كصيدليات تجارية أو قطاع خاص؟
صيدليات تجارية يعني ما يعني الحكومية عندنا يعني في عوائق أمامهم؟ في عوائق يعني أحيانا تصير بالنسبة للتراخيص يعني الترخيص يعني يكون عنده مثلا صيدلي أو اثنين يداومون ولا سمح الله واحد منهم صار يعني تعب أو شيء أو أخذ إجازة طارئة ممكن ما يقدر يستعين بأي صيدلي ثاني مرخص لأنه مو على قوة الصيدلية قوة عمل الصيدلية هذا يمكن لكن سوقهم رائج احنا قاعد نشوف يعني ما شاء الله الصيدليات بتوسع بتوسع دام في توسع اذا في في زباين وفي يعني في شغل كثرة زين السوق محتاج اكثر انا لاحظت من كلامك قبل قليل قلنا محتاجين يعني محتاجين اكثر من العدد الموجود الحالي محتاج لان حسب المناطق الجديدة والتوسع العمراني يعني يحتاج ان اكثر والتنافس يكون بينهم اكثر يعني احنا راح نرد على قانون الصيدلي اللي تفضلت فيه لكن بالتفصيل ونطلع فاصل الحين اساس نكمل المحور القادم ان شاء الله مع الدكتور محمد الجناي مشاهدينا الكرام فاصل ونعود لكم ازدادت الشكاوى في السنوات الأخيرة حول العمالة المنزلية قانون قريناه صار لنا سنتين مو يوم ويومين انت لازم تسوي لك خطة تنفيذية للعمل ما صار لنا شهرين ولحد الآن احنا قطعنا شوط كبير كلهم أسعار ما تتعدى 400 انا يا جماعة ترى ايدي معاكم بالنار اللي قاعد نسويه قاعد نختبر هذه الأرقام تثق فيني ولا تثق في كتاب الشال قريت الأرقام هذه بالشال نفس الكلام اللي قلته في بحر سعرك الناس تهاجمك على شنو ما ندري تأخير مشروع ينتظره الكبير والصغير في الكويت يفترض أن أتبع الإجراءات مهنياً وقانونياً وليش قصيتوا على كامل وقصيتوا على الشعب الكويتي؟ العراقيل تتم في الدول اللي تصدر هناك في مافيات لا 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 أكو لعبة قاعد يلعبونها وخذوه فقلوه بطلال شنو فايدتنا من اللعبة؟ أنا أحس بحسرة نقر القوانين اللازمة ولا نطبق نملك مقومات العلاج ونتباطأ به باب النقاش الليلة على تلفزيون المجلس دكتور محمد الجناعي كيف تقيم عملية إعداد العنصر البشري في الجهاز الطبي علميا ومهنيا كذلك؟ نعم طبعا كلية الطب بجامعة الكويت تعتبر من الكليات الرائدة في مجالها والكويت ما اكتفت في كلية الطب لكن قاعد تبعث سنويا مئات طلبة لدراسة الطب في دول أوروبا وفي أمريكا مما يعكس في النهاية وين الطالب متخرج كدكتور إلى ويكون زميل معانا بالفيلد فإحنا قاعد نشوف قوة الأطباء المهنية ما اكتفينا إلى ذلك هناك قانون معهد الكويت الاختصاصات الطبية هذا من المعاهد الممتازة واللي حافظ أن الدكتور يمارس أو يكمل دراسته معهد الكويت الاختصاصات الطبية كمس هذا أنشئ بمرسوم زين والحين موجود هذا المعهد موجود المعهد وقاعد يخرج أعداد ممتازة في كل التخصصات تقريبا كذلك اعتماد نظام نقاط التعليم المستمر وهذا يكون مطلب لترقية الطبيب من مستوى إلى مستوى هذه الأمور كلها تعطينا الطمأنينة أن مستوى الأطباء ومستوى الاهتمام في العنصر البشري يرقى إلى جيد جدا إلى الامتياز نعم دكتور محمد دشتي كذلك بالنسبة لكم أنتم كطب أسنان شلون تقيمون إعداد العنصر البشري علميا ومهنيا؟ شوف بداية من كليات طب الأسنان غالبا الكويت يعني تستقطب خلينا نقول أو نقول توظف عندها كليات معينة عندنا ستاندرد معين هو اللي بناء عليه يتوظف الطبيب عندنا ولا لا كليات معينة معترف فيها يعني. دول معينة خلينا نقول دول هذه شغلة التعليم العالي بس احنا لو يجينا دكتور ما هو جيد ما راح ينقط كذي بالوزارة ويمشي في إدارة التطوير والتدريب بوزارة الصحة عندنا هي تستلم الطبيب من البداية وتقوم بتدريبه
سواء كان هو متدرب ولا مو متدرب، حتى اللي يتخرج من دول متقدمة خلينا نقول بأمريكا ولا بريطانيا ولو ياخذ سنة الامتياز عندهم بيرجع عندنا احنا بإدارة طب الأسنان عندنا يردون يدربونه ياخذ يعني هو ماخذ امتياز من امريكا من جامعات هو يعني امتياز ما اقصد بالامتياز تقدير امتياز إيه اللي هو سنه تدريب اي اللي هو يعني من جامعه معترف فيها وعريقه يعني في امريكا اي هذا شيء طبيعي يرد يتدرب هنا يعني ناخذ انه يتدرب فيها خلال هالفتره التدريب هذا خلال هالفتره هذه هو يكسب خبرات عاليه ترقياته وخلال فتره ممارسه المهنه في متطلبات نفس ما قال لك دكتور محمد الجناعي عن طريق كنز عشان تترقى تحتاج CME points معينة نقاط معينة هذه ما تأخذها إلا إذا أنت تحضر مؤتمرات تحضر ورش عمل تحضر أمور معينة عشان تقدر تترقى مع سنوات معينة مع تقدير أدائك هذا بالنسبة حق خلال المهنة تي وقت الدراسة بالنسبة حق جامعة الكويت يعني أنا شخصيا احتكيت بخريجين دول كثير من أمريكا من بريطانيا من الدول العربية ومن الدول الأوروبية أنا أقدر أصنف خريجين جامعة الكويت من أفضل خريجين كليات طب الأسنان أقدر يعني في بعض الطلبة يتميزون يفوقون خريجين الدول الأوروبية وتتكلم عن التطوير والتدريب عندنا بوزارة الصحة بالأسنان لا مستمرين صراحة بشكل مستمر عندنا يعني تتكلم عن الدراسات ما بعد التخرج قاعد يصير في ابتعاث قاعد يزيد عدد الابتعاث قاعد يصير في برامج عندنا بالكويت اللي هو الكويتي بورد وغيره وغيره الدكتور اللي يقول أنا يعني بسوي لي عيادة خاصة يخضع لهذا الأمر اللي هو إدارة التطوير والتدريب طبعا حتى لو يطلع برا بيشتغل برا ما يبي يشتغل بالحكومه ماشي بالبدايه انت عشان تاخذ اللايسن عشان تاخذ ليسن تفتح عياده اي بالبدايه انت كطبيب كويتي لازم تكون طبيب كويتي عشان تفتح الليسن ما في غالبا ما في طبيب كويتي ما يتعين بالوزاره بعدين يطلع لان انت عشان تفتح عياده تحتاج انه يكون عدى عليك خلينا نقول في اربع انواع تراخيص طبيه في مستوصف في مركز طبي وفي مستشفى وفي عياده عشان تفتح اقل ترخيص منهم اللي هو مستوصف تحتاج 5 سنوات خبره مركز طبي 10 سنوات خبره هالخبره 10 سنوات او 5 وين بتقضيهم بوزاره الصحه نعم وتالي هم انت تحتاج اختبار عشان تحصل على لايسن اللي هو ممارسه المهنه بالقطاع الخاص نعم وبالنسبه للصيدله دكتور وليد قطاع الصيدله الحين لما يتعين الصيدلي الحين حاليا الحمد لله ان سنويا يتخرجون من 70 الى 80 صيدلي وصيدلانيه من الكويت ومن خارج الكويت وتعينهم بوزارة الصحة بالبداية ويحصلون على ترخيص مزاولة مهنة وتوزعون على المراكز الصحية سواء تخصصية أو في لهم أول سنة روتيشن 6 شهور مستشفى و3 شهور مركز تخصصي و3 شهور مركز صحي فخلال الفترة هذه أول سنة تعيين يعني اكتسبون خبرات فيها خاصة من إذا قلنا يعني الصيادلة ما يتدربون فقط بس على صرف الأدوية بس ولكن في دورات تصير لهم بالمناطق الصحية أو عن طريق إدارة خدمات صيدلانية اللي هي دورة تحضيرات والمعمل العدد كم عدد الدورات العدد يعني مختلفة لهم يعني بالسنة يمكن دورتين تقريبا وبالنسبه لعدد الصيدلانيين يعني تحتاجون عدد اكبر انت تفضلت قلت 70 الى 80 تقريبا سنويا يعني سنويا حاليا تحتاجون عدد اكبر يعني يعتبر عدد افضل من السابق يعني حاليا افضل من السابق بالسابق ما كان في يعني اعداد هذه لكن الحمد لله جامعه الكويت واللي تخرجون من البعثات من برا فالحمد لله العدد يعني ونحتاج بعد الزياده والوزاره يعني بحاجه الى المزيد يعني كثرة تأهيلهم زين وتأهيلهم يعني يتم أول سنة تدريبهم بالمراكز الصحية والمراكز الصحية التخصصية والمستشفيات ويأخذون دورات في المعمل اللي هو معمل تحضير الأدوية يعني في كل صيدلية يوجد فيها معمل وفيها دورات داخلية داخل الصيدلية وفيها صيدليات يعني خاصة بالمستشفيات صيدلية للمرضى اللي داخل المستشفى وللمرضى العيادات الخارجية يعني في أكثر من مكان يعني يكتسبون فيه خبرتهم يعني نعم دكتور تفضل عفوا دكتور تفضل وليد ما أدري بستفسر السي ام اي نقاط الاعتراف دول الخليج الآن حاليا معظمهم فرضوها على صيادلة والتمريض ما أدري هل وجهة نظركم أنه ممكن يكون يدخل في هذا في يكون سبب في يكون شرط من شروط الترقيات هذا اللي لا حاليا لأن يعني عندنا بالسلم الوظيفي بالنسبة للصيدلة غير عن الطب
نعم. يعني ما يشترط يعني خاصة حينما تقول كادر الطب. نعم. ولكن بالنسبة للصيدلة غالبيتها بدلات وعلاوات. نعم. يعني فيها أول سنة يبتدي من صيدلي مبتدئ لمدة سنتين وبعدين صيدلي وبعدها أربع سنوات. هذه الترقيات إذا ربطت بالسي أم إي اللي هو نقاط يعني تخلي الصيدلي يحافظ أنه يطور. مو مطلوب عندكم كصيادلة؟ لأن دول الخليج الآن حسب علمي طبقوها على التمريض وعلى الصيدلة. يعني عندنا صيادلة الحين والحمد لله يعني كملوا دراستهم وحصلوا على كلينيك. يعني دكتور محمد يطالبون أنه يطبقونها على الصيادلة؟ لا أنا بالنسبة لا هو بالعكس نظام السي أم إي نقاط التعليم المستمر هي يعني تعطيك مؤشر ان الموظفين في هذه المؤسسه اب تو ديت اللي هو يعني يتعبون على روحهم علميا اساس يوصلون لهذا المستوى وهو اتوقع انها عالميا يعني مطبق فما طبق عالميا معناته نظام ناجح فاللي على حد علمي حاليا حتى في الخليج دول الخليج طبقوا نظام النقاط. الكويت طبقت؟ لا ما طبقت حتى على الطب البشري؟ لا الطب البشري بس انا اكلمك على التمريض والصيدله خليجيا طبقوا حتى في دول يعني بعض الدول المجاورة يعني لم يطبق على الصيدلة وإذا بنتكلم على العدد كافي ولا مو كافي إذا إحنا يعني نسبة الكويتيين أطباء الكويتيين في الطب البشري نسبتهم أنت تتكلم عن الأطباء الكويتيين في نسبتهم 30% فمعناته الكويتيين حاجة من 11,000 طبيب من 13 مع القطاع الخاص يعني معناته إحنا لحد الآن إحنا في نقص في عدد الأطباء إحنا الهدف أن يرتفع عدد الأطباء بحيث أن نغطي كل 13,000 كيلومتر الكويتي هذا الهدف مالنا لا فمعناته في نقص بالنسبة للكويتيين نقص عدد الكويتيين ولا نقص بالنسبة للأطباء بشكل عام لا بشكل عام أكيد في نقص أنت مقبل على مشاريع ضخمة توازي عدد المشاريع الحالية أو مثلا على سبيل المثال إحنا عندنا 7,000 سرير حاليا مساعد بالمقدمة ذكر أن هناك 5,700 سرير جايين خلال 3-4 سنوات القادمة معناته إذا أنت عندك 13,000 طبيب خلال 3-4 سنوات لازم يصير عندك 20,000 على الأقل ما راح تجيبهم بيوم واحد لابد من الآن أنت تعمل أنك تضيف ولحد الآن تكاطب مجلس الخدمة المدنية يقول لك ماكو درجات لكثير من التخصص هذا يسحبنا للسؤال التالي يعني هل تحتاجون تشريعات جديدة في مجال الصحة والطب وهل شاركتم بالتشريعات التي أقرت طبعا احنا يعني نسعى ان نشارك في التشريعات اللي لها علاقة في الطب لان في النهاية احنا نمثل يعني جزء او قطاع كبير في قطاع الطب وهم الأطباء تسعون نسعى ان نكون صار هالشيء الحمد لله يعني بالاسبوع الماضي تم اعتمادنا كاعضاء في اللجنه التشريعيه اللجنه الصحيه البرلمانيه وهذا يعتبر بادره ممتازه من مجلس الامه ان يعني يدعونكم للاجتماعات نعم صار في موافقه من قبلهم ان احنا نكون اعضاء في هذه اللجنه وهذا بالعكس هذا يساعدنا ان نشارك في التشريعات من الامور اللي احنا يعني نطالب فيها اقرار قانون تعديل مزاوله المهنه والذي اقر من 1980 اكثر من 30 سنه الان الطب تطور فقانون من 1980 لحد الان ما تعدل هذه فيها راح يصير فيه مشكله لكن الحمد لله قدرنا بالفتره اللي فاتت مع اساتذه كبار في 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 وزاره الصحه وعدلنا هذا القانون لكن الآن يفترض أنه يصدق ويطرح كقانون نعم. كذلك أخطاء طبية تأمين ضد الأخطاء الطبية هذا من إحدى المشاريع أو القوانين اللي نسعى أن نقرها بالفترة الجاية نعم دكتور محمد دشتي شنو بوجهة نظركم أهم مشاكل الصحة في الكويت شوف أهم مشاكل الصحة بالكويت هي مشاكل الأطباء نفسهم الأطباء إيه يعني أنت لما المريض يلك ما قاعد يتلقى خدمة زينة اعرف انه سببها مشاكل تواجه الاطباء او تواجه قطاعات معينة يعني مشاكل مو بالطبيب نفسه لا ما في مشاكل بالطبيب يعني انت تونا السؤال اللي قبله قاعد نتكلم عن الجودة والخدمة بالكويت قلت لك مستويات الخدمة يعني احنا ما اقدر اجزم 100% كل الاطباء ممتازين بس الحمد لله ان شاء الله كلهم يكونون على كفاءة عالية بس في اخطاء طبية في يعني
بعض المشاكل. ماكو ماكو بلد بالعالم ما فيها اخطاء طبيه، ما في. يعني احنا مشكلتنا ان احنا بالكويت الخطا الطبي قاعد يجير بطريقه مختلفه عن باقي الدول. زين خلينا نتكلم عن المشاكل اول شيء بعدين راح نرد على المشاكل. انا وجهه نظري مشاكل، انت بتتكلم عن تطوير الطب بشكل عام خصوصا طب الاسنان بشكل خاص، انت تتكلم تطوير بشكل عام قطاع حكومي قطاع خاص. قطاع الحكومي يعني خلينا نقول المشاكل اللي تواجه الطبيب مشاكل اداريه، مشاكل ماليه، كمطالبات. احنا مهما كانت تسلم الرواتب عندنا كل واحد يطمح للاحسن والافضل، يعني يطالبون بكوادر جديده. طبعا اكيد ما في كل، يعني احنا كل سنه بالجمعيه احنا ولا اخواننا بالجمعيه الطبيه دائما نحاول نبادر مطالبات وزياده الرواتب كثر ما نقدر. بس احنا سامعين دكتورنا رواتبكم عاليه. لا ما هي عاليه، ما مو هي عاليه اي مقارنه بال مو من اعلى الرواتب بالدوله. لا لا تقريبا لا بالنسبه للمدنيين. لا مو صحيح، مو صحيح. احنا ما نقارن على قولتهم ابل تو ابل، احنا نقارن رواتب الاطباء بدول الخليج حتى نكون منصفين. يعني اذا بنقارن تتقدم قارن الخدمه نفسها. يعني انت الطبيب لما يروح دوامه من اول دقيقه لاخر دقيقه هو قاعد يشتغل، وطبيعة العمل عنده تختلف من تركيز من شغل، يعني في وايد أمور. بس رواتبكم ما تعتبر عالية؟ لا ما رواتبكم تعتبر. رواتبكم قليلة؟ لا ما تعتبر عالية، يعني في يمكن لو بتقارنها بدول برا. أنا يعني لا نقارنها بالكويت على مستوى الكويت. حتى بالكويت يعني أنت الطبيب أول ما يتخرج، أنا ما بتكلم بالأرقام، بس الطبيب أول ما يتخرج كم متوقع يستلم مثلاً؟ 4000 ما أدري، تقريباً 1700-1800 دينار يعني اول ما يتخرج. إيه؟ ويظل فتره طويله لين يكمل دراسته ويستمر بالدراسه ويوصل مسميات هذه. يلا بعدين يمكن ها الرقم هذا الكلام اول ما يتوظف ك يعني إيه تقريبا هذا الرقم بدون علاوه زوجيه بدون شيء 1700 تقريبا. إيه تقارنه في وايد وظائف بالكويت هنا. هذا زين في فرق بين طبيب الاسنان والطب البشري؟ لا نفس الشيء تقريبا، نفس الشيء. سلم الرواتب ما تكلمك بخير ابو علي، سلم الرواتب ما يقاس في الرقم اللي ياخذه الشخص، ولا تقدر تقارنه في باقي التخصصات. سلم راتب يحسب حسب ساعات العمل، حسب طبيعه العمل، حسب خطوره العمل. دراسه عالميه تقول ان العاملين في القطاع الصحي، مو بالضروره الاطباء، في القطاع الصحي يعتبر من اخطر الوظائف، تي بعد العاملين في المصانع الخطره من حيث ال 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 الانفكشن اللي هو العدوى. اخطر من الاطفاء؟ اخطر من الاطفاء واخطر من الجيش. اطفاء من وين لوين؟ تي الحريجه. احنا كل يوم عندنا الحرائج كل يوم في الكويت. واخطر من واخطر من الجيش. هذه دراسه عالميه يقول لك ثاني بعد المصانع الخطره. معرض للاوبئه، معرض للاعتداء، لان انت عارف حاله المرضى اللي يجيك معصب واللي يجيك، فانت معرض للاعتداء فيعتبر من الاخطر. فهذه كلها مقاييس تحدد الراتب. نعم. دكتور وليد، انتم بعد تطالبون بكوادر؟ والله احنا ما عندنا كادر اساسا. ما في كادر. انتم مظلومين الظاهر بالقطاع الصحي. نعم، احنا بالنسبه للي موجود الرواتب حاليا سلم الوظائف العامه، سلم الوظائف العامه يعني غالبيته بدلات، يعني الراتب الاساسي للوظائف العامه. ولكن احنا نطمح لان اقرار كادر اسوه بزملائنا الاطباء. ويعني بالنسبة للصيادلة يعني عملهم من دخولهم لدوامهم الصبح الصيدلية إلى طلعتهم يعني لا يقتصر على الصرف فقط، إنما في عنده معمل داخل تحضير أدوية، في عنده جرد، في عنده جرد الأدوية. عندنا سؤال بهالنقطة هذه اللي نعم. هو مهمة يعني الصيدلة، لكن نبي أهم المشاكل اللي المشاكل بإيجاز عشان نطلع فاصل. نعم، بالنسبة للمشاكل للصيادلة هو أولا الكادر رقم واحد. تبون كادر نفس الأطباء؟ نفس الأطباء يكون منصفين. وشغلات ثانية، في بدلات أقرت بعض المراكز الصحية التخصصية خاصة بدل تلوث وبدل عدوى وبدل خطر وبدل يعني المشاكل اللي يعاني منها الأطباء معقولة المادية؟ يعني هذا بالنسبة للمادية. في نعم. بالنسبة للنقص اللي عندنا، نقص الاعداد الصيادله. نقص الاعداد الصيادله حاليا بالكويت، صيدلي كويتي وغير كويتي قطاع حكومي وخاص، تقريبا 4376. 4376 كويتيين 995، يعني يشكلون تقريبا 25%. وانت خلال الفتره الجايه تحتاج الى يعني اعداد مضاعفه، خاصه مع
توسع المستشفيات وإنشاء مستشفيات جديدة ومدن جديدة، فأنت تحتاج راح أخليك تكمل النقطة هذه لكن بعد الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل ونعود لكم. أهلا بكم مشاهدينا. دكتور محمد الإجناعي ودكتور محمد دشتي، بعد مرور عدة أشهر على دخول تأمين عافية حيز التنفيذ، شنو تقييمكم له؟ والله أنا وجهة نظري يمكن هذا التأمين موضوع عافية طال الحديث فيه بالفترة السابقة، في خلينا نقول لبس عند بعض المواطنين عن طريقة التأمين. أنا تقييمي له بشكل عام بعد ما تم تطبيقه أشوفه صراحة ممتاز. ممتاز. أي خلينا نقول المس أندرستاند اللي صار عند الناس إنه وايد ناس تيجي تقول أنت كدولة دفعت 17,000 حق التأمين، ليش دفعت 17,000 حق التأمين؟ وطبعًا هذا خلينا نقول عدم توضيح المسألة. أنا شفت أكثر من لقاء وأكثر من مسؤول طلع، يمكن ما لقيت أحد وضح بطريقة مناسبة حق أو مبسطة حق هو يغطي له 17,000. هو يغطي له 17,000. لكن الدولة دفعت الدولة 700 دينار. 700 دينار. قاموا يجون مرضى يدشون القطاع الخاص. طبعًا إشاعات كثيرة طلعت إن تأمين عافية ينباع مش عارف كم، إن الناس تروح وتأخذ فلوس من قطاعات الخاصة عشانها تأمين، هذا كلام غير صحيح. أنا أشوف إن وزارة الصحة الديل اللي سووه مع شركة التأمين أنا أشوفه وايد ممتاز. وطبعًا الدكتور جمال الحربي طلع الفترة اللي طافت وصرح بالنسبة حق طب الأسنان، قال إنه هو راح يضيف زراعة الأسنان أعتقد، وراح يضيف التركيبات الثابتة. أتوقع هذه راح تكون مكلفة زيادة على الدولة، بس أنا أشوف كشركة شركة ممتازة بالتعامل مع القطاع الخاص، وفكرة التأمين خففت جزء كبير على القطاع الخاص. دكتور محمد الجناعي، شلون تشوف مستقبل المشاريع الصحية بالكويت؟ وكذلك هل نعاني في الكويت من مشكلة تشخيص الأمراض؟ ولماذا تفتقر الكويت بالنسبة للحديث عن المشاريع الصحية في الكويت المستقبلية، لماذا تفتقر الكويت إلى مراكز متخصصة في التشخيص على غرار بعض الدول المتقدمة؟ أنا ما أتوقع أن هناك في يعني مشكلة في التشخيص، ما عندنا مشكلة في عدد المراكز الموجودة، لكن عندنا مشكلة في إدارتها. عندنا مركز سرطان من المراكز المتميزة كجودة لكن الإدارة مثل ما أرد نفس ما بدينا أول الحلقة، هناك السيستم ما هو مناسب لإدارة الجودة الموجودة والطاقم الموجود. يعني أنت تأيد تخصيص الإدارة؟ إذا ينع التخصيص الوزارة متجهة نحو التخصيص. الآن متجهة الوزارة خلاص. عافية، هذه كلها مؤشرات أن الحكومة متجهة إلى تخصيص القطاع الصحي. الإدارات تخصيص الإدارات ولا تخلي قطاع يعني؟ لا طبعا أنت إذا بتخصص الإدارة مستشفى جابر سمعنا بالأخبار أنه إدارة وراح تصير شركة مساهمة، فمعناته إدارة. لكن يبقى مجاني العلاج يعني مو مسألة. طبعًا يبقى مجاني. مثلاً عافية الآن على سبيل المثال إنه هو أنت أشركت القطاع الخاص في علاج المواطنين وأنت دفعت عن المواطنين، فالمواطن ما دفع شيء لكن القطاع الخاص شارك. بس ملاحظة العافية على السريع، من البرامج الممتازة ومن التأمين الممتاز للمتقاعدين، وهذا أقل شيء نقدر نقدمه لهم، لكن الجانب الإيجابي اللي فيه، لكن في جانب كبير سلبي. شنو؟ أنا أقول لك أنت كوزارة أو كحكومة طبقت هذا النظام، لابد أن يكون هناك في غاية من هذا، مو مجرد أن أنت بس أن تقدم هذه الخدمة. ما عندهم غاية؟ الغاية أنك بس تقدم هذه الخدمة بآلية غلط. أنت في النهاية أنت مسؤول عن آلية الخدمة وآلية تطبيقها. احنا سعينا جاهدين كجمعيه طبيه ان نقدم المشوره للوزاره لكن ماكو فايده. على سبيل المثال على السريع بس بإيجاز. الوقت داهمنا فعلا. انا هذا يبين لك الجانب السلبي في عافيه. اي مواطن يقدر يروح المستوصف ياخذ علاجه، يترسل له الكيس اذا كان مواطن في سكر وضغط وكوليسترول. نفس المواطن ياخذ السياره بنفس اليوم يروح المستشفى اللي تابع له ياخذ له نفس العلاج، ولا حد يقول لا لانه ما في ربط. يروح حق المستشفى الخاص ياخذ نفس العلاج. كم كيس عنده الحين؟ ثلاثه. إذا كان عسكري متقاعد يروح مستشفى العسكري ياخذ الكيس الرابع. وين التنظيم؟ انت خسرت الدولة. هني السؤال الحين نوجه السؤال للدكتور وليد. دكتور وليد، يعني بالنسبة لصرف الأدوية عند الصيدليات، هل صرف الأدوية يعني يشكل عدد كبير جدا ويعني عائق وحمل على الصيدليات في وزارة الصحة؟ نعم، بالنسبة لميزانية الأدوية خاصة الحين بوزارة الصحة بازدياد، يعني كانت إلى تقريبا 300 مليون الحين إلى بازدياد لتوفير الأدوية، والأدوية عادة موجودة بالوزارة من نوعيات ممتازة
ولكن يعني مثل ما تفضل أخوي الدكتور على يحتاج إلى ربط آلي بين المستشفيات وبين المراكز الصحية مختلف المناطق، لأن في يعني تلاحظ أن مريض صرف عندك وصرف بالمستشفى، فأنت ما تقدر تتابع إذا هو صرف بالمستشفى، لكن بين المراكز الصحية بالمناطق ممكن أنك تعرف. هذا يحتاج إلى تثقيف المريض نفسه، يعني ما يحتاج إلى أن صعب أنك حاليا إلا إذا ربطتهم ربط يعني نعم يكون عملية فعالة تكون. نعم دكتور، أنا عندي اختلاف دكتور محمد دشتي، بس بسألك سؤال بعدين قول اختلاف بإيجاز. فضل. دكتور محمد، الأخطاء الطبية في الكويت هل هي ظاهرة أم حالات فردية، وهل دوركم في الجمعيات الطبية حماية الدكتور أم حماية المريض؟ ما هي ظاهرة، وإحنا دورنا حماية الاثنين. احنا كجمعيه يعني يبعث لنا ونروح اللجان اللي يصير فيها تحقيق بالاخطاء الطبيه، وندافع عن منو؟ ندافع عن الطبيب. الطبيب اذا كان هو صح، لان غالبا المريض ما يكون موجود، يعني غالبا الوزاره، وزاره الصحه هي تكون تمثل المريض. لا، ممكن تدافعون عن المريض؟ المريض ما يكون موجود، وزاره الصحه توجه الاتهام حق الطبيب، واحنا كنا ندافع عن الطبيب. طبعا كون هناك 7 قضايا تنظرها المحاكم ضد الوزاره في مجال الاخطاء الطبيه تقريبا، هذا لسنه 2013، يعني هذا ما يعتبر ظاهره؟ شوف لا 7 ما هي ظاهره، احنا كطب اسنان يمكن الاخطاء قليله جدا. هذا اللي تسجل غير بعضهم اللي مثلا في بعضهم تخلص بنفس الوقت، في بعضهم يطلع مو خطا طبي، لان انت مو كل شيء يصير حق المريض يعتبر خطا طبي، لان الطبيب بالاخير يقوم بالاجراء الصحيح، ممكن ينجح الموضوع او ما ينجح. لو كل شيء بيصير كان المحاكم هذه ضجت بالقضايا. 90% من القضايا اللي ترفع كاخطاء طبيه ما هي اخطاء طبيه، 90% الى 95% خلال 10 سنوات الماضيه. هذا عملنا دراسه حكم النهائي، يعني حكم النهائي احكام نهائيه، نعم، من 2004 الى 2015 سوينا دراسه، لان احنا مقبلين على قانون التامين ضد بس من يدافع عن المريض بهالحالات هذه؟ لا، المريض يرفع قضيه، يرفع قضية عنده محامي، لكن تنتهي هذه معظم القضايا 95% 90 الى 95% تنتهي. لذلك احنا ضد ان اي خطا يصير يقولك والله هذا خطا طبي، انت عقب ما تصير جلسات المحاكم تقدر تقول بعدين اذا حكم ضد الطبيب او تقدر تقول، لكن احنا ما ودنا بالاستعجال في الحكم في اي حادثه لا سمح الله تصير في المستشفيات. نعم دكتور محمد الجناعي، بما ان الحديث صار عندك نبي نعرف ملف العلاج بالخارج، هذا الصداع المزمن للدوله بشكل عام، شنو تقترحون انتم كاطباء؟ هذه الظاهره العلاج بالخارج، هذه الظاهره ما كانت من قبل كم سنه، ما كان ميزانيه 2007 انا اتذكر، كان ميزانيتها هذا ما يمكن يكون مؤشر على تردي الخدمات الصحيه في البلاد. الرد على اول سؤال، الجوده والمواطن حس ان في هناك قصور في وزاره الصحه او في الخدمات الصحيه، وقلنا شنو سببها؟ الجوده موجوده، الاطباء من افضل الاطباء، لكن هناك سوء في اداره هذه المؤسسات. فعندنا النظام السيستم مثل ما تفضلت، اللي يقدم الخدمه هو يراقب الخدمه وهو يقيم الخدمه، هذا ما يصير. متى ما المواطن حس ان هناك امن في علاجه في مستشفيات الحكومه تماما، ما راح يروح برا يتغربل ويتعالج. كثير من المرضى يقول انا بتعالج بالكويت بس ما في مجال انه يتعالج، لذلك يتجهون برا. افصل الصحه عن السياسه، هذه المشكله اللي داشه عندنا نفصل الصحه عن السياسه. افصل الصحه عن السياسه، علاج بالخارج احنا نقدر نكون احسن من، يعني مشكله دول. وزاره الصحه انها متعلقه بالسياسه، مشكله ان السياسه تتدخل فيها، السيستم العام عندنا بالكويت. انا ليش قاعد اقول لك حول الموضوع حق ايها، خلي الموضوع يصير هيا. انت تو قبل شوي سالتني سؤال ما تطرقنا له، شنو المشاكل تواجهكم بالطب؟ مشاكلنا كثير عند الطبيب، ما هو عند المريض بس بشكل خاص، من ادارات، من اجراءات روتينيه حق الطبيب سواء بالقطاع الحكومي بالقطاع الخاص. يعني من ادارات الاطباء يعانون من الادارات مشاكل كثيره. الحين القطاع الحكومي يمكن شويه قاعد تظهر مشاكله وايد، انا اكلمك حتى بالقطاع الخاص، احنا تو قبل شوي قاعد نهاجم القطاع الخاص، لا القطاع الخاص عنده مشاكل كبيره. يعني التراخيص الصحيه، المستشفى او المركز اللي بيطلع له ترخيص ياخذ اجراء روتيني مطول بشكل غريب جدا، يمكن من اكثر الاجراءات المتخلفه. من المسؤول عنه؟ المسؤول وزاره الصحه. المشكله عندنا القانون بالكويت او خلينا نقول النظام عندنا غريب، يعني انت تيجي حق وزاره الصحه قاعد يجتهدون امانه القطاع، اداره التراخيص الطبيه، قابلنا الدكتور مبارك العجمي والوزير يجتهدون كذا ما يقدرون. انت مطلوب منك معادله شهاده بالتعليم العالي، تعال انطر سنه عشان تعادل شهاده الدكتور. يعني الان المسؤول وزاره الصحه ولا التعليم العالي؟ لا اكثر من جهه، وزاره الصحه، التعليم العالي، البلديه، الشؤون، المطافي، كلهم ادارات مرتبطه ببعض. يعني نفس مشاكل القطاعات الاخرى بالدوله. بس انت تبي تجيب طبيب، نعم، خلينا نقول طبيب زار، طبيب ممتاز، تجيبه من برا،
انطر التعليم العالي يرد عليك، التعليم العالي يبي له سنه خلاص ما راح يقعد لك الطبيب بيمشي وانتهى الموضوع. نعم. يعني دكتور وليد، بالنسبه لقانون تنظيم المهنه نبي ايجاز عنه، يعني ايش رايك بهالقانون هذا؟ والله القانون ممتاز، يعني يوفر فرص عمل للصيادله، خاصه ان يلزم الجمعيات التعاونيه ان فتح صيدليه عن طريق صيدلي كويتي، وان يشغلها صيدلي كويتي. الزام الزام. نعم. من السنه طافت عطوا فتره سماح اللي هي سنه، يطبق من شهر 7 اللي نعم جاي. فيعني عندك كذا عندك 76 جمعيه تعاونيه، يعني يحتاجون 76 صيدلي كويتي، 76 صيدليه. نعم. فهذا تعطي فرصه وتشجيع. وبالنسبه دكتور وليد بس بايجاز ايضا، هناك اقتراح لمنع صرف الادويه عن الوافدين بشكل مجاني، ايش رايك؟ والله انا ضد الشغله هذه، لان الادويه دام المريض. إذا شفت الفيديوهات الأشياس أدوية؟ شفت هذا، إذا ردينا الفيديوهات، هذه الفيديوهات خاصة انتشرت الحين، هذا يعني المريض اللي صور ما يعرف شنو حالة المريض، ما يعرف شنو حالة المريض اللي قدامه، يعني صرف أدوية قد يكون صرفها لمريض مقعد، هذا يحتاج إلى أدوية ومستلزمات ثانية غيره بالكراتين، يعني هذا لمدة شهرين راح يصرف. إذا مريض سكر. لا بس تحققتوا من الأمر هذا؟ إحنا ما نبي نفترض، تحققتوا من هذا الأمر؟ لا إحنا نشوفها يوميا عندنا إحنا في الصرف. يعني غير هالفيديوهات هذا يوميا أشياس كذي؟ لا مو أشياس، إحنا لما تصرف له يعني عادة الدواء يجي بكرتون، الكرتون ما يشيله كيس، ولا الكرتون الثاني يصرف حق شهرين. لا عفوا دكتور، لا إحنا لا نجمل العملية، إحنا كلنا داومنا بمستشفيات ومراكز صحية وهذا الشيء صاير عندنا. قاعد يصير. طبعا قاعد يحصل. في سوء استخدام الأدوية، استهلاك زائد، استهلاك زائد رقابة، في سوء رقابة. أنت لما تتكلم أن عندنا استهلاك، ولا تو دكتور زمن يتحمله دكتور محمد الصيادلة يتحملونه، ولا الواحد ياخذ أكثر من ياخذ الدواء من أكثر من جهة، ترى الكويتي ما يسوي كذي، وقله ما تلاقي أن واحد يكون عنده، خلينا نقول. بس منو يتحمل دكتور محمد؟ منو يتحمل الآن الصيادلة يتحملوا هذا الأمر؟ بالنسبة دكتور يعني أنتوا الآن اتهام موجه لكم، يعني صحيح أنه ياخذونه من أكثر من جهة، هذا يحتاج إلى ربط نعم. بالكمبيوترات مع السيستم عادة، مع المستشفيات، مع المراكز الصحية، نعم. عشان تعرف أن هذا صرف متى ومتى يستحق الصرف اللي بعده. نعم دكتور، ولكن يعني بإيجاز الوقت فعلا داهمنا. نعم دكتور محمد الجناعي، السمنة يعني البدانة في الكويت بلغت 74%، هذا في سنة 2007، الكويت الثانية في البدانة على العالم بالنسبة للنساء والثامنة بالنسبة للرجال، شنو جهود وزارة الصحة لعلاج هذه الظاهرة؟ التعديل على النسبة، احنا رقم واحد الآن هذا الكلام 2007 الى حال رقم واحد على العالم كله، الكويت بالسمنة رقم واحد. طبعا وين دوركم وين جهودكم؟ والله أمانة في إدارة تعزيز الصحة وإدارة التوعية في المجتمع في الوزارة شقالة، لكن انت ما تحتاج جهود فرد واحد او جهة واحدة، وزارة الصحة بروحها ما تسوي شيء، التربية، الإعلام، كل هذا لكن انتم قايمين بدوركم احنا على اكمل وجه. احنا اذا تتكلم كجمعية اوكي، احنا كجمعيه اتكلم كوزاره صحه، كوزاره صحه انا، لان احنا الجمعيه ما لها شغل في الوزاره تمام، لكن انتوا تمثلوا اطباء، لكن اتكلم كجهه قطاع خاص، كقطاع سوري، كقطاع صحي بروحها ما تسوي شيء، كقطاع صحي كوزاره ولا نعم. قطاع خاص لابد ان تضافر جم، ولازم يكون هذا القرار قرار حكومي وليس وزاري. نعم دكتور محمد دشتي، هل هناك نقص في معدات طب الاسنان في المراكز الصحيه الحكوميه؟ صراحة عندنا بالحكومة يمكن معدات والأجهزة تفوق دول كثير. زين صحيح هذا الأمر أن أغلب الأطباء الأسنان يشترون معداتهم على حسابهم الخاص؟ مو بالشكل هذا، يعني أنا أقول لك بالحكومة متوفرة، خلينا نقول أجهزة متطورة أكثر من دول وايد يمكن ما حصلوا عليها بالجامعة، بس إذا واحد بيقدم خدمة أفضل حق المريض، مثال الدكتور يبي يجيب له لوبس ولا شيء نظارة، إنه بيطالع بطريقة أفضل، ولا بيجيب له أجهزة تساعده، هذه ما تعتبر نقص من الوزارة. نعم الدكتور محمد الجناعي أمين عام الجمعية الطبية الكويتية، الدكتور محمد دشتي أمين عام جمعية أطباء الأسنان الكويتية، الدكتور وليد الشمري رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة برنامج هاشتاغ لهذا الأسبوع، هاشتاغنا الليلة كان بعنوان الرعاية الصحية في الكويت، وإلى أن نلتقيكم في حلقات جديدة نستودعكم في أمان الله.